أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج، برنامج المسلمون يتساءلون. الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. بداية، سيدي يا رسول الله، إني محب وموجتي لا تنثني عن وجدها وحنينها وغرامها وهيامها بمحمدي، يا عثري لو ذقت يوما حبه وغرامه حقا لكنت مساعدي. فاللهم صل يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا، اللهم آمين. بادئ ذي بدء أيها السادة الأماجد، في هذه الحلقة الخاصة تعالوا بنا نتحدث حول موضوع عظيم للغاية، هو حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع. طب ليه يا مولانا، يعني ايه هي حروب الجيل الرابع، وليه حضرتك اخترت لنا الموضوع ده؟ لان من حضراتكم ومن حق حضراتكم علينا ان انتم تفهموا واحنا نفهم جميعا يعني ايه حروب الجيل الرابع. ماذا يريد اعداؤنا منا؟ هل يريدون الفلاح لنا ام يريدون التدمير؟ طبعا لا يريدون الفلاح، وانما يريدون الهدم والتدمير، لا البناء والتعمير. ولذلك حروب الجيل الرابع باختصار كده، وهذا المصطلح وجد سنة 1989، يعني 1989، واستعمل هذا المصطلح. وهذا المصطلح يعني باختصار الحرب بالإكراه وزعزعة الأمن والاستقرار في الدولة وإفشال الدولة وغير ذلك من هذه المصطلحات التي يتضمنها هذا المصطلح. طيب يا مولانا، إيه بقى يعني حروب الجيل الرابع دي بتتمثل في إيه؟ في عدة عناصر. أول حاجة الصراع بين أهل الباطل وأهل الحق، واعلموا أنه لا يوجد صراع بين الحق والحق، لأن الحق ثابت لا يتجزأ، ولا يمكن أن تجد صراعا بين حق وباطل يدوم، لأن الحق ثابت والباطل زهوق. ولذلك قال الله: وقل جاء الحق وذهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حقا، إن الباطل كان زهوقا. ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن الحق ثابت، ولذلك أهل الباطل دائما وأبدا يستخدمون الأسلحات. وهذا صراع قديم، وقد استعمل في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيعت الشائعات، وجاء هذا السلاح يعني بما فيه وبما فيه من أساليب يعني ليدمر الاستقرار والأمن على عهد سيدنا رسول الله. فليس هذا عليه الصلاة والسلام، فليس هذا الأمر ولد هذا العصر، وإنما هو قديم. أول حاجة بيستخدمها الشائعات، ولنحذر جميعا أن هذه الكلمة أمانة، الكلمة أمانة. الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذه الكلمة، وكل كلمة أيها السادة الأماجد ينطق بها الإنسان، أو يكتبها الإنسان، أو يدونها الإنسان، أو ينطق بها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، يعني وسائل من الفيسبوك والواتساب وغير ذلك من هذه الأمور والشاشات وغير ذلك، الإنسان سيسأل عليها. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحبيبنا صلى الله على حضرته وآله يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لابد لكل إنسان أن يتبين هذا الخبر وأن ينظر في هذه الكلمة، لأن الكلمة أمانة.
إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله تبارك وتعالى بها درجات، كما أخرج الإمام البخاري ذلك. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوى بها في النار 70 خريفة. وبالتالي على الإنسان أن يحذر هذا الكلام، لا يترك الإنسان هباء منثورا، مش كل كلمة تقولها كده وخلاص، لا، تأكد من كل كلمة، تثبت من الحقيقة في كل معلومة. حضرتك بتتكلم عن واحد، تثبت، ده القرآن الكريم جاء يعني ببيان إلهي. فربنا تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. استعمل هذا السلاح في عهد سيدنا رسول الله، الشائعات طبعا، ابن سلول استخدمه في حادثة الإفك التي جاءت يعني في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزعزعة الأمن في المجتمع ولإرباك المشهد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر عاوز أقول قد يحدث لأي واحد منا، لكن انظر ونبينا كيف تعامل مع هذا الأمر، حتى جاءت البراءة من قبل رب العالمين من فوق 7 سماوات في قرآن كريم يتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال ربنا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. أي إن الذين جاءوا بهذا الإفك، أي بهذا الكذب والبهتان والزور، لا تحسبوه شرا لكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. شوف القرآن الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يعني هؤلاء ليسوا بغرباء عنكم، إنما ينتسبون إلى الإسلام والمسلمين، فجاءوا بهذا الإفك، بهذا الكذب والبهتان والزور، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن المؤمنون والمؤمنات مع بعضهم البعض بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا سميت القرآن ببيان بالتأكد لولا جاءوا عليه بـ4 شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي هؤلاء يدونوا عند الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء من أصحاب الكذب، أي الذين يأتون بالبهتان، ينشرون الفاحشة بين الناس، ينشرون الكذب بين الناس، يريدون التدمير والخراب للبلاد والعباد. أيها السادة الأماجد، يجب علينا أن ننتبه. ثم يأتي القرآن ببيان آخر: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم تأتي الآية الفاصلة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشاهد عندي: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك ده سلاح من ضمن الأسلحة، كذلك أيضا سلاح عندنا تزييف الحق، ما يقولش حق أبدا، يزيف ويجيب الباطل ويخليه حق ويلبسه ثوب الحق ويتكلم ويعمل ويعمل مناضل أو غير ذلك، أو يتكلم على فلان أو فلان أو سين أو صاد من الناس. يأخذ ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله، شرط الإيمان هو، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خير، شوف، فليحسن إلى جاره، من كان إلى جاره إيه، وخلي بالك من كلمة جاره، مسلم وغير مسلم، ما جيش بقى مع ده ومع ده، لا، اللفظ مطلق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أيا كان الضيف ده هو جاي لك هو مين، اكرمه، اكرم هذا الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. شوف هذا المنهج المحمدي.
في حديث معاذ كما جاء في الصحيحين والحديث الطويل، سيدنا معاذ بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أو إنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها السادة، الأمر خطير، لابد أن نقف وأن ننتبه إلى مروج الشائعات وإلى أصحاب العقول الكليلة والجماعات المتطرفة والذين يعني يؤجرون من الداخل والخارج من أجل يعني زعزعة الأمن والاستقرار. لا، لم ولن يستطيعوا، لأننا في عناية الله وفي حماية الله، وطالما أن هذه الأمة واحدة وفي رباط إلى يوم القيامة لن يستطيعوا بفضل الله تبارك وتعالى. وإيه تاني؟ فاصل ونواصل، فانتظرونا. الحمد لله، عدنا من ذلك الفاصل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. ما زلنا أيها السادة الأماجد في هذا الموضوع الخطير للغاية، ألا هو حروب الجيل الرابع. لابد أن ننتبه لأعدائنا من الداخل والخارج. خلي بالك، الشائعات دي قد تصيب إيه؟ إنسان وأسرة ومجتمع ودولة وقائد وغير ذلك من هذه الأمور. إذا كان أصيبت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشائعات. وقالوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وأنه كذاب وأنه ساحر، حشاه صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن الكريم ليبين ذلك. أم يقولون شاعرون تربص به ريب المنون، وقالوا ساحر كذاب، واقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يقولون ساحر، إلى غير ذلك من هذه الآيات القرآنية التي تبين. وخلي بالكم، كل ده منهج المنافقين. إزاي؟ هوضح لحضراتكم، لكن بعد ذلك الاتصال معنا. أستاذة غادة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أستاذة غادة. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويسترك، اهلا وسهلا. معلش انا كان عندي سؤال بس صغير. اتفضلي يا فندم. انا عندي اختي متقدم لها عريس، هو مبدئيا كويس ومحترم جدا وبيصلي وعارف ربنا. تمام. وطبعا احنا عارفين ان في البدايه ممكن مثلا الواحد لو ماديا ضعيف شويه ان احنا ناخدهم فقراء يغنيكم الله وكده، مفيش مشكله. بس المشكله ان من ساعه ما تقدم وكلامه كله معانا ان هو مثلا هيعيش في الشهر بألف جنيه، احنا قلنا ما فيش مشكلة تقضي ظروفها وكده مدام هو محترم، بس كله كلامه بقى معانا ان هي تبقى ببيت عيلة وتخدم مامته، هي مامته تعبانة مريضة، ان هي تخدمها وتخدم في البيت وتستحمل ظروفي، كل كلامه داير في الاطار ده بس. طب انت مامتك عندك اخوات بنات وعندها سلايف في البيت، لا انت مثلا تهتم بمامتي تقعدي معاها، انا هشتغل طول النهار وهاجي على النوم، انت شغلك الشغل مامتي. طب سؤال يا استاذ غاده، هو له شقه منفصله خاصه به هو ولا تسكن مع امه؟ في البيت، بس هو بيقول لها انت طول النهار يا اما انت تبقي معاها تحت، يا اما لو انت مش عايزه تنزلي هي تطلع لك تخدميها فوق. تمام. فاحنا اللي قلنا من الموضوع كله حاجه واحده، هي يا ست كبيره ونكسب فيها ثواب، بس هو كلامه كله في اطار الخدمه والبيت ومامته والظروف. طب هي حقها فين يعني؟ عاوزه تقولي هي حقها فين؟ طبعا ما بالظبط، ان هي حتى الذهب هو مثلا هيسبكها دبله وخاتم، مش جايب مثلا مهر وشبكه وحاجات من دي، اللي هو احنا مستحملين ظروفك، لكن كل كلامه. فانا بقنعها ان اللي اولى بخدمتها اخواته البنات والسلايف التانيين. طب سؤال برضه يا استاذ غالي، اختك عاوزاه؟ هي ما بتحبوش، بس هي بتقول لك هو عارف ربنا وبيصلي. حاضر. بس احنا عايزين بس نفهم المفروض ايه اللي يحصل. اقول لك دلوقتي. حاضر، اتفضلي. ام وليد، اهلا بالبركه. سلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، نحمد الله. ربنا يسترك ويبارك فيكي. الله يخليك ويسترها معاك دنيا. اللهم امين، واياكم السامعين والحاضرين. حالك ووعدك بالذريه الصالحه. الله يخليك يا رب العالمين. اللهم امين يا بركه. معلش انا ليا سؤالين. اتفضلي يا باشا. فضلك الله. السؤال الاولاني، انا لما باجي اصلي يعني في السجود بدعي ليا بدعي لحد،
في السجدتين يعني الاولانيين وفي السجدتين الثانيين برضه بدعي ليا او لولادي او لحد غريب او كده يعني، وبقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم في برضه ايه في السجود. الباقيات الصالحات يعني. نعم. الباقيات الصالحات بتقوليها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الا بالله العلي العظيم. وفي اخر الصلاه في السجود في السجده اللي هي الاخرانيه خالص بقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى وعلى اله وصحبه وسلم ثلاث مرات. ماشي. هل ده يعني صحيح ولا لا؟ صلاه ولا مش صح؟ حاضر. السؤال الثاني، جوزي الله يرحمه ويحسن إليه يا رب، الله يرحمه رحمة واسعة يا رب، اللهم أمين يا رب، هو كل زيه. بنتي جوزها ما كانش يعني مظبوط معانا أو مع ولادي الصبيان، أنا عندي ولدين. بنتك إيه؟ بنتي لما اتجوزت في الأول حصل مشاكل بين جوزها وبيننا لدرجة إن هو لم أخذ شتم جوزي في التليفون وهو معاه والكلام ده. فالمهم جوز الله يرحمه هو محامي، جوزي محامي، فقال لا انا يعني عشان ده ما يجيش يورث في البيت ويقعد مع اولاد الصبيان ويفركشهم بالطريقه بتاعته دي ومش هيبقى كويس معاهم، هي تاخد حقها فلوس. ماشي. كتب البيت باسم ولادي الاثنين كل واحد نص البيت، وقال لهم الشقه اللي انا قاعده فيها بتاعتي برضه العفش، انا قلت لهم برضه العفش اللي فيه طيب يعني وده البنت يا حاجه مواليد ولا ما اداهاش؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. وبعدين يعني في الوقت الاخير فقلت لولادي قدام باباهم ان طبعا باباكم كتب لكم البيت باسمكم انتوا الاثنين حفاظا عليكم، فانتوا كمان عشان هو نبقى احنا مستريحين لما لو احنا ما احنا الاثنين نموت نبقى مستريحين. تمام. بس البنت عاوز اوصل لنقطه، لكم نصيبها. يعني تقدروا البيت بكام وتدوا لها نصيبها، وفعلا بعد ما توفى جوزي هم الاثنين ادوا لاختهم نصيبها وهي وافقت على كده. خلاص يبقى صحيح لا شيء في ذلك. انا لا في انا بتكلم بقى بالنسبه للعفش، انا بقول لابني العفش اللي في شقتك انت، ما انا عارف، ما انا بقول لهم بعد ما اموت العفش بقى اجتماعي عليكم انتوا الثلاثه حسب شريعه ربنا. تمام. رد ابن قال لي يا ماما بابا كاتب في العقود ان العفش او اي حاجه موجوده كاساس في الدور الاولاني بتاعتنا برضه ناخدها. هقول لك اجاوبك دلوقتي، فانا عايزه اعرف يعني هل ده صح ولا مش صح. اجاوبك دلوقتي. حاضر حاضر حاجه موليد. حاضر اتفضل. طيب هنجاوب على هذه الاسئله، لكن فيجب على كل واحد منا أن ينتبه، لأن هذا السلاح هو سلاح المنافقين، نشر الكذب والشائعات وغير ذلك من هذه الأمور، نشر الفوضى والزعزعة وزعزعة الأمن في الأسرة أو في البيت. ممكن واحد يدمر أسرة بكلمة، ده احنا شفت فلانة ماشي مع فلان وشفت أخت فلان ماشي مع فلان، تلاقي الأسرة كلها قادت النار في هذه الأسرة. فواجب على الواحد أن ينتبه إلى هذه الشائعات، لأن النبي لأن الله قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أستاذ غادة بتقول يا مولانا أختي بتقدم لها عريس، فإحنا عاوزين نفهم يا مولانا هي بتحبوش لكن هو بيصلي وكلام من ده وراجل محترم، لكن هتخدم أمه. والله إن قبلت على هذا الأمر لا شيء في ذلك، الأمر يرجع إليها. طيب يا مولانا سيدنا النبي قال لك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله حضرتك يقعدوا معه وكلموه، ماشي هتيجي هي مش مكلفة أنها تخدم والدتك، لكن بالأدب والحسنى وكلام من ده وهي قاعدة في شقتها ووديك لحبة تقعد معها فوق مفيش فيها مشكلة، ونضع شروط المسلمون عند شروطين. وأستاذة غادة والله تعالى أعلى وأعلم. أم وليد بتقول يا مولانا وأنا بصلي في السجدتين الأخرى بعد ما أقول التسابيح وغير ذلك بصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على سيدنا رسول الله طبعا تقبل، حتى الإمام الشافعي قال في ذلك أبياتا، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك يا أم وليد والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لزوجك لما هو قال عشان جوز بنتك يعني إنسان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويهدينا، اللهم أمين يا رب العالمين، فكتب البيت وولادك قدروا البيت ودوا النصيب للبنت، خلاص وافقت على كده لا شيء في ذلك. انا عاوز اخد حقي في البيت وليكن شقه ولا اوضه، خلاص تاخد
اخواتها جابوا الفلوس وقال لها نصيبك مثلا 100,000 جنيه ولا 50,000 جنيه اتفضلي، ووافقت، لا شيء في ذلك، فيعني صحيح ولا شيء في ذلك. طب الامر الاخر، العفش هو مكتوب انه يكون اساس في البيت، خليه اساس في البيت. حد هي غضبت، حد لا قدر الله في حد جه، في ضيف جه، في كلام من ده، يكون في قلب البيت. طب هي عاوزه تاخد حقها، مفيش مشكله، هي برضه يرضوها ويتفقوا مع بعضهم ولا شيء في ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم الحب بينهما وبيننا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ايها الساده الاماجد، يجب علينا ان ننتبه جيدا إلى حروب الجيل الرابع، وإلى أصحاب الشائعات، وإلى المغرضين، وإلى الحاقدين الذين يريدون التدمير لنا جميعا، لنا جميعا، ولم ولن يستطيع، ولم ولن يفلحوا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يحمي هذه الأرض، لأن الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى قد يعني أسدل ستره على هذه البلد. وحقا وحق لنا أن نفتخر بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم في رباط إلى يوم القيامة. ونقول دائما لنا ولجيشنا ولقائدنا ولشرطتنا ولبلدنا، نحن جميعا في بوتقة واحدة، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهنا أقول اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام والأمن والأمان والرضا والاستقرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبنائها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرم. فهل فريق بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. يا رب صل على النبي مسلمة وأمدنا من نوره يا نور. يا رب صل على النبي مسلمة واجعل لنا التوفيق دوما صاحبة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.